السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا الآن بدينا تقريبا 10 دقائق أو أقل من 10 دقائق من طريق مكة، متجهين للصهوة، وإحنا بداية الصهوة. هذه منطقة مراعي جميلة، شوف الجبال الخضر والجو بديع في الصباح، الفجر اليوم الخميس جو جميل، ومتجهين إلى أعلى الصهوة. هذه منطقة سياحية لم تستثمر كما يجب، كل منطقة نعمان لم تستثمر. Only.
الصهوة في وادي النعمان، وصلنا منطقة ما حد تجي السيارة الورا، وقفنا السيارة وحنطلع على رجولنا. هذه المنطقة الجميلة، شوف كيف الصخرة هذه في وسط الوادي، كيف عوامل التعرية، عوامل التعرية والسيول سوت فيها زي التجاويف، سبحان الله. I'm not afraid.